Hello, Junior 4. How are you? Everything is okay. Today we are going to complete concept number 2 at unit 3. As you know, we are studying unit 3 about energy and fuel, and this time we are going to study about fuel. This concept talking about everything about fuel. So concentrate with me very well, Junior 4, please, and open your student book, if you please. Let's go. Number one, we have to know that everything in this lesson is talking about fuel. Okay, this fuel is very important in our life, and at the end of this lesson we have to be able to describe the patterns in how different types of fossil fuels are formed and predict the properties and uses of different types of fuel of fossil fuels, and describe how the use of energy and fuels affects on the environment. Let's go. Can you explain? We previously learned that energy chains are how energy is transformed from one form to another. زي ما عرفنا about chains of energy. السلاسل اللي كانت بتعبر عن الانرجي والتسلسل بتاع تحولها from form to another. النهاردة هنستكمل برضو موضوع مش بعيد ابدا about energy. حاجة هي كمان بتدينا طاقة يا ولاد وبتدينا energy وهي fuel. كلنا طبعا نسمع عن البنزين او الفيول وحاجات كتير جدا بنستخدمها في الماشينز والكارز اللي في حياتنا. عايزين بقى نتعرف اكتر بشكل براكتيكال او بشكل ساينتفك يعني اكتر علمي عن الفيول دي بتيجي منين وايه تايبز اوف فيول اللي ممكن تكون موجوده ويعني ايه فيول اصلا. طيب خلينا عارفين برضو ان fuel is one of the most important resources of energy that humans depend on to get energy. يعني مش بس الفيول دي حاجة بنسمع عنها كمفهوم كده عام في حياتنا، لا طبعا دي مهمة جدا 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 لدرجة ان الانسان ممكن حياته تتوقف تماما او تتأثر لو ان الفيول كان قليل او مش موجود. So where does the fuel we use every day come from. هنعرف مع بعض الفيول اللي احنا بنتكلم عنه او الوقود او البنزين، يعني ممكن ده اكزامبل عليه اللي ممكن نكون بنستخدمه في حياتنا. ايه المكان او ايه المصدر السورس اللي ممكن احصل منه على this fuel؟ ده اللي هنتعرف عليه مع بعض. Number one, we have to know the concept of fuel. What is the meaning of fuel? Fuel is any substance that produces thermal energy when it's burned. يعني again, it's any substance that produces thermal energy when it's burned. لما أي حاجة بتتحرق تديني حرارة أو thermal energy، على طول بعرف إن ده ممكن يكون مصدر كويس جدا للفيول. الموضوع بدأ كده يا أولاد، الموضوع بدأ كده مع الإنسان القديم لما بدأ يعمل حاجات تديله فاير، تديله نار. واحدة واحدة الموضوع تطور معاه، بقى بيستخدم الأخشاب وود وهكذا وهكذا لحد ما وصل للمفهوم الواضح جدا لوجود فيول، لوجود وقود في حياتنا. فمعنى كلمة فيول هي أي سبستانس produces thermal energy، بيديني طاقة حرارية. طب هو في حاجات إحنا بنحرقها مش بتدينا حرارة أو مش بتدينا thermal energy؟ Sure، أكيد في حاجات بس مش علينا. يبقى أي شيء بعمله burning وبعدين يعمل producing thermal energy بحكم عليه وأقول إن ده ينفع معايا يكون وقود or fuel. برضو مكملين كلامنا about fuel. The main source of thermal energy that is produced by fuel is the sun. وهنا تيجي الصن معانا تاني في الموضوع او في الكونسبت نمبر 2، مع ان احنا اتكلمنا عن الصن كمين سورس اوف انرجي في الكونسبت الاول. الكونسبت النهارده برضو بيتكلم اباوت صن بس كمصدر اساسي للفيول. يبقى ممكن نقول ان صن از ذا مين سورس اوف انرجي، ممكن كمان نقول ان هي مين سورس اوف فيول. يعني لو جينا ندور دايما هنلاقي ان الشمس هي الاساس، المرجع لكل حاجه في الاخر. وطبعا ده بيرجع لان الشمس
هي الستار او الجسم المضيء اللي احنا بندور حواليه. Our Earth planet بيدور حوالين مين؟ Around the sun, our Earth's planet. علشان كده تعتبر الشمس هي الأم للأرض، هي المصدر اللي بيشع الانرجي، وكمان ممكن تديني فيول فيما بعد زي ما بنتكلم دلوقتي عنها كمصدر source أساسي about fuel. طيب forms of fuels that we use in our daily life إيه هي؟ ايه هي ممكن تكون الفورمز اوف فيول او الانواع بتاعت الفيول اللي ممكن نستخدمها في حياتنا العاديه؟ ممكن يا اولاد نستخدم البنزين اللي هو بنسميه جازولين مثلا فور اكزامبل، وساعات في ناس بتقول عليه اويل اللي هو البنزين، يعني نوع من انواع الاويلز، زيوت، هو كده هو ملمسه كانه اويل زيت، فبنسميه اختصارا ان اويل. ده يعتبر مصدر في الديلي لايف، في الحياة العادية بتاعتنا للفيول. كمان كول، طبعا كول اللي هو الفحم، تسمعوا طبعا عن الفحم اللي بعض الناس بتستخدمه عشان مثلا تشوي مأكولات معينة عليه، تشوي سمك، تشوي كفتة، أكلات مختلفة. يبقى الكول ده ممكن يكون سورس اوف فيول. ايوه طبعا. كمان يا ولاد ناتشورال جاز يعتبر هو كمان سورس اوف فيول، يعني اكزامبل اباوت فيول. خلينا كمان نقول معلومات أكتر، كمان كل ده حاجات شيقة جدا بتخلينا نقرب من مفهوم الفيول مع بعض، ومش عايزين نستصعب أي حاجة، بالعكس إحنا مطلوب مننا يا جونيور فور الفهم ثم الفهم، إن إحنا نبقى فاهمين كويس قوي كل حاجة حوالينا في الحياة، يبقى أنت شخص واعي وفاهم لكل حاجة حواليك، مش مجرد شخص حافظ كده استنباط ورا بعض وبتسمعها، بالعكس مش ده المطلوب أبدا في النظام الجديد في التعليم. خلينا كمان مكملين نقول إن fuel are extracted from the underground and they are the most commonly used fuels in our lives as they are used in warming, running transportation and generating electricity. بمعنى إن ممكن يكون مصدر الـ energies دي أو الـ fuels دي، الوقود ده ممكن يكون السورس او المصدر بتاعه اني بعمل اكستراكتنج او استخراج فروم اندر جراوند. يبقى لازم نكون عارفين كويس الناس اللي بتحفر وتدور اندر جراوند دول مش بيضيعوا وقتهم، بالعكس هم بيدوروا على كنز مهم جدا اللي هو الفيول اللي احنا بنشغل بيه اجهزه كتير وبنعمل بيه اوبريتنج الحاجات كتير في حياتنا. يبقى السيرشنج اندر جراوند عشان ندور على البترول، بتروليوم اويل، عشان ندور على الكول، الفحم، ممكن كمان الناتشورال جاز علشان يبقى موجود في بيوتنا. ناس كتير جدا سمعاني دلوقتي منكم عندهم الناتشورال جاز في المواسير اللي موجوده في المطبخ، موجوده في البيت بتاعنا، علشان استخدمها في الكوكينج فود، طهي الطعام، وفي الاكل بتاعي اقدر اسخنه عليها. يبقى تمام الناتشورال جاز، احنا بدانا نقرب اهو من الحاجه اللي احنا بنتكلم عنها والامبورتنس بتاعتها، الاهميه في الحياه بتاعتي العاديه. كمان نقول ان هي اساسيه جدا الفيول دي في الحياه بتاعتنا علشان ممكن نستخدمها في الوورمينج، التدفئه. ناس كتير بتاخد الوقود علشان تشغل منه الدفايات المختلفه، في ناس بتجيب الوود الخشب او ممكن كمان الكول الفحم علشان تشغل بيه اولاد الايه الدفايه، بعض الدفايات التقليديه اللي هي بتستخدم الحراره او الاخشاب، وفي كمان دفايات كهربائيه بتاخد الالكتريسيتي اللي احنا هنعرف كان جاي منين. قبل كده قلنا في الانرجي تشينز الالكتريسيتي جت منين، هنلاقي ان الموضوع برضو اصله بيرجع للفيول، محتاجينها برضو. كمان ممكن نستخدم الفيول في running transportation، تشغيل وسائل النقل، كمان generating electricity، توليد الكهرباء اللي احنا لسه متكلمين عنها دلوقتي. خلينا نقول كمان what do you already know about fuels، عايزين نعرف معلومات مسبقة عندنا عن الفيول. هنقول ان uses of some forms of fuel، اكيد كلنا دلوقتي نقدر نقول uses دي لسه قايلينها ضمنا واحنا بنتكلم، وفي منكم ناس هي كمان شطورة ممكن تقول الاكزامبلز دي على uses of fuel. ممكن الفيول ده يكون مفيد ليا في number one lighting houses، ممكن إضاءة المنازل، warming houses التدفئة بتاعت البيوت بتاعتنا زي ما قايلين من شوية، الهيتر أو الدفايات، كمان cooking
الطعام أو طهي الطعام operating all means of transportation، مفيش وسيلة مواصلات في جونيور 4 من غير ما تكون محتاجة الفيول الوقود كمصدر ليها like trains, cars or any vehicles، أي وسيلة مواصلات. خلينا كمان نقول operating cars أو تشغيل الكارز السيارات بيحتاج مني فيول، محتاج جدا فيول، لأن الفيول burns inside the car engine، البنزين أو الفيول الوقود ده بيحترق داخل محرك السيارات علشان يديها الباور أو يديها الانرجي عشان تعرف تتحرك. شفتوا الموضوع مهم قد إيه؟ يبقى إحنا برضو كل شوية بنأكد لفكرة إن الفيول ده كان حاجة ما نقدرش نستغنى عنها وما نقدرش نعيش من غيرها. كل ده لسه احنا ما تعرفناش على التايبز، وما تعرفناش كمان لسه على، هنقول لكم معلومات شيقة جدا عن ازاي ممكن نستخرج الفيول ده من اندر جراوند، من تحت الارض، وازاي يتكون. يعني احنا نرجع بالزمن لملايين السنين ونعرف القصص اللي حصلت علشان يقدر الكائنات اللي ماتت تحت الارض ممكن تتحول لبترول، النباتات اللي ماتت واتدفنت اندر جراوند ممكن تديني كول، ممكن تديني فيول. كل ده هنعرفوه بالتفصيل مع بعض. كمان يا اولاد the car engine rotates the wheels of the car، يعني المحرك بتاع السيارات هو اللي بيخلي الويلز او العجل بتاع السياره يبدا يتحرك ويعمل روتيشن او يدور ويتحرك علشان يساعد السياره على الحركه. كل ده احنا بنقول الميكانيزم بتاع الاوبريتنج بتاع الكارز، تشغيل السيارات اللي بدا معانا بالبيرنينج اوف فيول، بدا معانا بايه؟ بحرق الفيول الوقود. طبعا بنجيبه منين؟ كلكم عندكم ناس قرايبكم او حد تعرفوه او انتوا نفسكم بتنتقلوا من مكان لمكان عن طريق اي وسيله مواصلات. اكيد يا اولاد السواق بيجي يقول انا عايز احط بنزين مره، تمام، من الجاز ستيشن. ممكن يروح الجاز ستيشن ده او بنقول عليها بالبلدي كده يعني البنزينه، صح ولا لا؟ ممكن يروح البنزينه دي ويحط البنزين في السياره بتاعته. كل ده بيحط الفيول ده بيستخدمه في السيارة من غير لازمة ولا له أهمية؟ لا طبعا، مهم جدا for burning عشان يحصل له احتراق داخل السيارة inside the car engine، داخل محرك السيارة، اللي بعد كده بيخلي الويلز أو العجل بتاع السيارة دي rotates، يدور، كمان يقدر يحرك السيارة. طب لو افترضنا إن there is no fuel، هل الكار تقدر تتحرك؟ تقدر تمشي؟ ايوه، برافو عليك. وسمع ناس بتقول بصوت عالي لا طبعا، استحاله ان السياره تشتغل من غير ما احط لها الفيول البنزين بتاعها. هنقول ان الكار stops moving if fuel runs out، لو ما فيش فيول ما فيش حركه، السياره هتفضل ثابته من غير ما تتحرك. طبعا السياره بتديك اشاره ما فيش بنزين، الحق بسرعه زود الفيول. كلنا طبعا عندنا الموضوع ده او عدينا على المواقف دي، سواء عندنا اهالينا عندهم او حد نعرفه او قريبنا او ركبنا مره مواصله معينه. خلينا كمان نقول ان عمليه البيرنينج اوف فيول هي اللي بتديني الهيت انرجي او الثيرمال انرجي اللي احنا محتاجينها علشان نقول انها هي دي المصدر اوف energy، مصدر الطاقة. يبقى مهم جدا ان احنا نعمل burning of fuel، حرق للوقود، علشان يديني heat energy. كمان خلينا نذكر بقى wood، الخشب، الاخشاب يا ولاد. Wood is the oldest fuel that is still used all over the world، يعني في كل انحاء العالم الود كان مصدر اساسي للفيول. يعني زمان الانسان القديم بقى جد 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 جدنا ما كانش عنده يا ولاد الجازولين والاويل والناتشرال جاز، كانش بيعرف يحفر تحت الارض ويطلع الحاجات دي، لسه ما كانش العلم تقدم. علشان كده كان بيستخدم الاخشاب وود علشان يطهي الطعام بتاعه وحاجات كتير جدا تانية. يبقى دايما نبقى متاكدين وعارفين ان الود او الاخشاب هي الاولدست سورس او المصدر القديم الاساسي للايه؟ للفيول اللي استخدمه أجدادنا أو القدماء الإنسان القديم في العالم كله. على فكرة مش بس في مصر، مش بس في الدول العربية، في كل العالم كان الوود هو الأساس. بعد كده يا أولاد الموضوع تطور شوية وبقى الجازولين هو الفيول that is made from oil، أو الفيول اللي بنستخدموه جازولين اللي هو أصلا جاي من الأويل أو البتروليوم أويل، زيت البترول.
يبقى احنا بدأنا نستخدم اهو وسائل احدث من الوقود اللي هي الجازولين او البنزين، يعني بعض انواع الفيول اللي ممكن نستخرجها من البترول اويل او بتروليوم اويل، زيت البترول، البترول ممكن نقول اختصارا اويل على طول. خلينا نفتكر مع بعض كمان يا اولاد التشينز بتاعه الانرجي اللي درسناها مع بعض، وخلينا نقول ان يوز of coal in cooking، يعني كنا ممكن بنستخدم الكول كsource of fuel أو كفيول عشان يديني energy. فهنقول مع بعض الكول ده جه منين عشان نقدر نستخدمه؟ طبعا زي ما اتفقنا sun is the main source of fuel، المصدر الأساسي للفيول هو the sun. فخلينا نقول إن أول طاقة كانت the light energy اللي جاية from the sun حصل لها conversion أو converted into chemical energy stored inside coal، تحول ل chemical energy. عدنا الكلام ده كتير جدا يا جونيور فور من كتر الإعادة، انتوا بقيتوا شطار جدا والكلام بقى محفوظ، مش محتاجين نحفظه كتير لأنه خلاص اتكرر كتير. إن light energy converted into chemical energy stored inside coal، يتحول لطاقة chemical. يبقى اللي موجود جوه الكول ده يا ولاد طاقة كيميائية، مواد كيميائية chemical substances أو chemical energy. طبعا ده نوع من أنواع الانرجي كنا دارسينه قبل كده. بعد كده يا ولاد يحصل بقى conversion أو تحويل كمان الـ chemical energy into thermal energy when burning the coal، لما بنحرق بقى الفحم ده بيبدأ الـ chemical energy اللي جوه اللي متخزنة تتحول إلى إيه؟ إلى حرارة or thermal energy، وتبدأ تشغلي الأجهزة اللي عندي في البيت. كمان لو جينا اتكلمنا على الكول اللي ممكن يعتبر source of electricity، يعني ممكن الفحم يكون مصدر لتوليد الالكتريسيتي او الالكتريك انرجي، تعالوا نشوف مع بعض. برضو القصة هتبدأ معانا from light energy اللي هو from the sun، المصدر الاساسي المين source of energy في حياتنا the sun. خلينا نكمل ان اول حاجة light energy comes from the sun، حصلها conversion أو تحولت into chemical energy، تحولت لطاقة كيميائية stored inside coal، متخزنة جوه الفحم. بعد كده تحولت أو converted into thermal energy، طاقة حرارية، وkinetic energy، طاقة حركة in electric power station، في محطات توليد الكهرباء. برافو عليكم. طيب خلينا نكمل لو جينا آخر مرحلة اللي هي بعد ما electric power station أو محطات توليد الكهرباء تشتغل، بيبدأ يتولد أو يحصل generation للإلكتريسيتي أو electrical energy علشان يا ولاد نقدر نستخدمها في الأجهزة بتاعتنا في حاجات كتير جدا. طبعا الكهرباء مش محتاجين نتكلم عن أهميتها، مين بيت مش بيستخدم الإلكتريسيتي في كل حاجة؟ أنت مجرد إنك عشان تسمعنا دلوقتي أنت محتاج الإلكتريسيتي عشان تساعدك إنك تشتغل على الجهاز أو على الموبايل أيا كان وات إيفر، يعني أنت بتسمعنا منين. علشان تاخد الإلكتريك إنرجي دي لازم يحصل التشين اللي إحنا حكيناها دلوقتي. يبقى نمبر 1 sun light energy from sun، نمبر 2 chemical energy stored inside the coal، نمبر 3 تتحول بقى إلى thermal وكينيتيك energies inside the electric power station، واخيرا تتحول لالكتريكال انرجي طاقه كهربيه في الاسلاك او الالكتريك وايرز، الاسلاك الكهربيه عشان ناخدها بقى ونستفيد منها. طب خلينا نتعرف مع بعض about types of fuel، خلينا نعرف الانواع بتاعه الفيول. خلينا نقول كمان types of fuel او انواع الوقود دي ممكن تكون عندي نوعين، يا إما وقود أو energy أو fuel renewable جاي من renew يعني تجديد إعادة، renewable energy resources مصادر متجددة يعني بتخلص وترجع تاني، تخلص وأقدر أجيب منها تاني، وهنعرف معناها أكتر دلوقتي. number two non-renewable energy resources مصادر مش بتتجدد، ودي حاجة مش لطيفة أبدا لأن هي للأسف لما بتخلص بيبقى صعب قوي إن أنا أرجع أو أعوضها تاني. خلينا نتكلم about renewable energy resources الأول أو المصادر المتجددة renewable of energy. أول حاجة يا أولاد هنقول they are the resources that can be
replaced after using after a short period of time. دي مصادر يا أولاد لطيفة وحلوة وإحنا عايزينها لأنها بتتجدد مجرد ما بتخلص بقدر أعوضها تاني. Can be replaced ممكن تستبدل ممكن تتعوض تاني بعد استخدامها. تمام كده؟ طيب تعالوا برضو نعرف أكتر examples about these renewable energy resources زي مين؟ Like solar energy الطاقة الشمسية يا ولاد أو السولار إنرجي. طبعا مين ما عندوش شمس يصحى كل يوم يلاقي الشمس جت تاني كل يوم. طبعا محدش يقول لي في الشتاء الشمس ما بتطلعش، لا هي بتطلع طبعا بس وصولها لينا بيبقى صعب بسبب الكلاودز والسحب الكتير، بس هي ستيل موجودة والأشعة بتاعتها موجودة بدليل إنها بتنور الطريق، صح ولا لأ؟ يبقى مش شرط تكون الإضاءة بتاعتها يعني بيرفكت يعني 100% ممكن تكون موجودة إضاءة موجودة sunlight بس مش بالقوة اللي بتبقى موجودة في فصل الصيف طبعا، ولكنها موجودة ما نقدرش نعيش من غيرها. يبقى بنقول إن solar energy نوع من أنواع renewable energy resources مصادر متجددة للطاقة. طيب لو اتكلمنا about كمان example عن renewable اللي هو wind energy الطاقة بتاعت الويند الرياح طاقة الرياح يا ولاد. Wind energy برضو تعتبر renewable resource of energy مصدر بيتجدد. طبعا الرياح في ناس هتستغرب هو ممكن الرياح دي تستخدم ك source of energy أو كمصدر للفيول؟ أيوة طبعا، وده موضوع برضو هنستوعبه ونفهمه أكتر بعدين، بس المهم نعرف إن ممكن الرياح دي تشغل لي توربينز تشغل لي حاجات وتدور حاجات من كتر قوتها تكون مساعد في توليد الإيه؟ الانرجي، ونعتبرها برضو مصدر للفيول. ووتر وده الاكزامبل الثالث معانا about renewable energy resources عن المصادر المتجددة اللي بتتجدد، لان طبعا المية يا ولاد ما بتنتهيش الحمد لله. طبعا المية والشمس والرياح كل دي حاجات موجودة باستمرار مش بتخلص. كمان يا ولاد هنقول ان renewable resources دي continually renew or replace the part that has been used so they will not turn out. بمستمرار باستمرار بيتبدل الجزء اللي بيخلص بجزء تاني جديد، يعني كل ما بتروح بترجع تاني بقدر ابدلها بقدر اجددها. علشان كده they will not turn out يعني مستحيل تخلص، الشمس مستحيل تخلص، الويند الرياح مش هتخلص اكيد، ووتر مش هيخلص. يبقى ده كل دي examples about renewable energy resources that will not turn out. لو اتكلمنا بقى عن النوع الثاني اللي هو non-renewable energy resources مصادر non-renewable يعني مش هتتجدد، يا خسارة بقى يا ولاد لو خلصت هضطر ان انا ادور على مكان احفر فيه تاني عشان استخرج المصدر ده، وطبعا هيبقى أسعارها غالية لأن بالتأكيد قبل ما بنبحث عنها وبنجيبها من الأندرجراوند تمام هنلاقي إن هي هتاخد تكلفة كبيرة فهيبقى سعرها دايما غالي. أكيد تسمعوا عن البترول وتسمعوا عن البترول ده اللي فيه صراعات كتيرة جدا على عشان نوصل له، وفي بلاد بتدفع فلوس كتير قوي علشان تحصل على البترول علشان هو قيمة مهمة جدا 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 وسورس مهم جدا للإنرجي في كل حاجة يا ولاد في كل حاجة في حياتنا. طيب كمان خلينا نعرف المعنى بتاعها إن هي they are the resources that are used at a rate faster than they can be replaced يعني بتستخدم بمعدل أكبر بكتير من القدرة على استبدالها على تجديدها، يعني أنا بستخدمها بتخلص بتنتهي صعب قوي إن أنا أرجع تاني أجددها. تمام كده؟ طيب خلينا كمان نقول الاكزامبلز على non-renewable energy resources like natural gases او natural gas الغاز الطبيعي. ده من الحاجات يا اولاد اللي صعب ان احنا نتعوض تاني، صعب ان انا اجيب منها دايما لازم اعمل searching كل شويه underground، وده طبعا بيحتاج مني مجهود وفلوس وتكلفه ومش اي مكان بيبقى موجود فيه natural gas دي. ده كمان يا اولاد الجازولين برضو يعتبر من الـ non-renewable resources. كمان كول الفحم برضو هو كمان non-renewable مصدر مش بيتجدد للفيول. تمام كده؟ يبقى لو قلنا examples about non-renewable energy resources هنقول number one natural gas number two gasoline number three coal.
كمان they run out when used and cannot be renewed in a short period of time. يعني لما بتخلص صعب قوي ان احنا نرجع نجددها تاني. renewed يعني تتجدد او تتعوض تاني في فترات زمنية قصيرة. طيب خلينا نقول classification او تصنيف اخر لل types of fuel بقى على اساس حاجة تانية. هنقول ان الفيول ممكن يتقسم ل biofuel و fossil fuel. again هنتكلم دلوقتي على another classification of fuel او تقسيمة تانية للفيول. ممكن اقسم الفيول على اساس ال number one الانواع بتاعت ال biofuel اللي بنسميها يعني الوقود الحيوي، والحاجة التانية او الاكزامبل التاني هو ال fossil fuel. يلا بينا نشوف معناهم هما الاتنين. اول حاجة biofuel. What is the meaning of biofuel? It's a fuel that is produced from living organisms that can be planted. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي نبات ممكن يتزرع واخده واحصل منه على الفيول، يبقى المصدر اللي احنا جبناه ده كان biofuel. فهمنا حاجة يا جونيور فور؟ again معنى ايه البايوفيول؟ يعني ايه وقود حيوي؟ يعني جاي من مصدر حي، من حاجة كانت حية. نبات مثلا اتزرع وطلع النبات ده طلع اشجار مثلا او اخشاب واخدناها واستخدمناها، يبقى في الحالة دي المصدر هنا بقى بايوفيول، يعني وقود حي جاي من كائن حي. طب امال معنى ايه الفوسيل فيول ده؟ هنقول لا بقى، الفوسيل فيول حاجة لازم أحفر تحت الأرض عشان أجيبها. It's a fuel that is produced from all the living organisms that were buried and decomposed over a long period of time. يعني إيه؟ يعني fuel أو وقود نتج من كائنات حية قديمة جدا ماتت واتدفنت تحت الأرض عبر ملايين السنين، واتحللت كمان decomposed over a long period of time عبر وقت طويل جدا، وادتني يا ولاد الفوسيل فيول اللي احنا بنتكلم عنه. برضو احنا مش مخلصناش كلامنا، لسه هنعرف معلومات اكتر واكتر about biofuel and fossil fuel. خلينا كمان نقول ان الفوسيل فيول ده renewable resource of energy، يعني مصدر بيتجدد. بما ان هو مصدره هو البلانتس او النباتات، يبقى عادي انا ممكن النبات ده يخلص وازرعه تاني، يبقى بنقدر نقول عليه ان هو رينيوبل بيتجدد. يبقى هو في نفس الوقت بايوفيول وفي نفس الوقت نقول عليه ان هو رينيوبل ريسورس اوف انرجي. كمان يا اولاد ان هو كونتينولي از رينيود از بلانتس جرو، زي كده يا ولاد النبات لما بينمو تاني بيرجع يعوض لي تاني ايه الوقود البايو الحيوي ده اللي احنا بنستخدمه. كمان it's known as renewable fuel، دايما بيقولوا عليها ال renewable fuel، يعني البنزين او الوقود، سوري الوقود المتجدد. يبقى البايو فيول بيطلق عليها ايه؟ renewable fuel. exactly برافو عليكم. هنقول برضو ان المصدر الاساسي للبايوفيول ده لو دورنا عليه هنلاقيه sun، هي المصدر الاساسي. يبقى sun is the primary resource of biofuel، يعني الشمس هي المصدر الاساسي ال primary للبايوفيول. يلا بينا اللي بعده. biofuel the wood is the oldest fuel that is still used around the world. يعني يا اولاد ال wood او الاخشاب إكزامبل على البايوفيول اللي كان بيستخدم ولا زال حتى الآن بيستخدم. يبقى الأخشاب أو الوود دي تعتبر إيه؟ تعتبر oldest fuel اللي ممكن نقول عليه بايوفيول ولا فوسيل فيول؟ شطار، it's biofuel، وقود حيوي لأنه جاي من مصدر حي. هي مش الأشجار دي يا أولاد نبات؟ ومش النبات ده كائن حي بياكل وبيشرب وبيكبر؟ أيوه طبعًا كائن حي. يبقى الأخشاب أو الوود اللي جاي من البلانت يعتبر بايوفيول، مصدر حيوي للوقود. كمان يا ولاد الكاركول is made from wood and it's one of the most important forms of energy. يعني الكاركول اللي هو الوقود الفحم، سوري الفحم النباتي،
يعتبر هو كمان يا أولاد مصدر الأخشاب اللي ممكن ناخدها ونستخدمها في كفيول، زي ما انتم شايفين في الصورة دي بيستخدم الكوكينج، بيعمل كوكينج على الكار كول أو الفحم النباتي. كمان some types of plants like grass, wood chips and corn can be used to make liquid fuel. يعني كل الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي يا ولاد examples على مين؟ تمام، على البايوفيول. البايو ايه؟ البايو فيولز. برافو عليكم. طيب كمان يا ولاد ممكن ناخد الجراسز او الحشائش علشان نستخرج منها برضو وقود او نوع من انواع الفيول اسمه فيول السائل، الليكويد فيول. خليكم فاكرين الجمله دي كويس. ليكويد فيول ده ماده كده معينه بيستخرجوها يا ولاد، تعتبر ليكويد فيول، مصدر سائل للوقود، بنصنع منها ال سوري بتيجي من الجراسز، من الحشائش، من الوود شيبس، رقائق الخشب، وممكن كمان من الكورنز اللي هي الايه الذره. كل دي مصادر للليكويد فيول، وهي برضو بايو فيول، مصدر حيوي للفيول. الفوسيل فيول بقى is non-renewable resources of energy because when it's consumed it runs out faster than it can be renewed. يعني بتخلص بسرعة جدا ومش بقدر أعوضها بنفس معدل استخدامها. يعني عبال ما أكون خلصت كمية الفيول اللي أنا أخدتها أحتاج منها كمية تانية، مش هيتعوض، مش هيتكون بسرعة. إحنا عارفين إن تكوين النوع ده من الفيول يا ولاد بيحتاج ملايين السنين، تمام؟ فأكيد تعويضها مش هيكون سهل أبدا، عشان كده بنسميها non renewable resource، مصدر غير متجدد. كمان نقول إن الصن هي كمان الريسورس البرايمري بتاع الفوسيل فيول دي، يبقى الصن هنا كانت معانا في الاتنين ك primary resource for biofuel، وكمان primary resource أو مصدر أساسي للفوسيل فيول. الشمس دايما هنلاقيها هي أساس كل حاجة في حياتنا. خلينا كمان نقول نستكمل برضو الكلام على الفوسيل فيول، إن coal is formed when the remains of plants were decomposed. يعني الفحم ده بالذات جاي منين؟ جاي من نباتات ماتت واتدفنت من ملايين السنين underground تحت الأرض، وكمان decomposed اتحللت وادتني الفحم coal. يبقى coal is formed when the remains of plants وير ديكومبوز، لما بواقي النباتات ايه تتحلل. خلينا نكمل. Oil and natural gas are formed when the remains of marine organisms were decomposed. يعني زيت البترول والناتشرال جاز الغاز الطبيعي بيتكون لما remains بقايا المارين organisms النباتات المائيه decomposed. يعني سوري نباتات ايه سوري انا اسفه مارين اورجانيزمز حيوانات او كائنات مائيه. ركزوا بقى تاني في الجزء ده يا جونيور 4. يبقى الفوسيل فيول ده كده عندي نوعين، نوع نتج من بلانتس ماتت واتدفنت من ملايين السنين، هنقول الطريقه بتاعه تكوينها المره الجايه، وتديني الفحم كول. يبقى الفحم ده كان ايه؟ كان نبات، كان بلانت. طب النوع التاني بقى؟ لا، النوع التاني اللي هو الجازولين or natural gas أو اللي بنقول عليه petroleum oil، البترول والغاز الطبيعي. الحاجات دي كلها يا أولاد جت بقى من إيه؟ مش من نباتات، لأ، من حيوانات، من كائنات حية، مارينز بحرية، كائنات بحرية ماتت واندفنت تحت سطح البحر وبعد كده تكون منها البترول. يعني ممكن يكون البترول ناتج من حيوانات لكن الفحم ناتج من نباتات. حيوانات بقى بحرية، ممكن الديناصورات، الله أعلم. الديناصورات اللي اتدفنت تحت الأرض من ملايين السنين جايز تحولت لبترول، جايز الفيلة القديمة الأفيال طبعا اللي كانت موجودة من ملايين السنين ماتت برضو واتدفنت وادتني بترول. يبقى البترول مصدره مارين أورجانيزمز أو كائنات بحرية مش نباتات نهائي، ودي كومبوز اتحللت وادتني الاويل او البترول، بتروليوم اويل. خلينا يا اولاد نكتفي بهذا القدر في الشرح ونجاوب بعض الكويشنز مع بعض، وبعد كده نبقى استكمال الكونسبت ده جزء صغير المره الجايه ان شاء الله.
أول question مع بعض choose طبعا the correct answer. What is the main source of fuel؟ هل هي wind, sun, waterfalls or wood؟ إيه رأيكو؟ تمام سمع ناس شطار بيقولوا لي انت قلتي ان sun هي المين سورس لكل حاجة. أيوة طبعا أنا عندي كلامي. Sun is the main source of anything, of energy, of fuel كمان. طيب السؤال الثاني. What is not an example of fossil fuel؟ مين مش example على fossil fuel؟ هل البتروليوم ولا natural gas ولا coal ولا wood؟ احنا عايزين حاجة مش fossil. مش fossil fuel. ايه رأيكم؟ يبقى ندور على حاجة biofuel. حاجة وقود حي، وقود حيوي. أظن ما فيش غير الود، الأخشاب يعتبر biofuel. برافو عليكم. طيب السؤال الثالث. Cars need what to move؟ هل محتاجة water ولا food ولا fuel ولا no correct answer؟ تفتكروا السيارات أو الكارز محتاجة إيه عشان تتحرك؟ بنحط لها water مية؟ لا طبعا المية دي ممكن الراجل صاحب السيارة أو واحدة الست عندها سيارة مثلا تضيف الووتر كتسخين للموتور مثلا، لكن مش هي الوقود بتاعها. مش هتروح البنزينة مثلا عشان تحط ووتر. لا طبعا. طب في فود، هل ممكن أعمل وجبة كده للسيارة بتاعتي أقول عشان السيارة جعانة؟ أكيد لا. برافو عليكم. هي فيول اكزاكتلي. البنزين الفيول الوقود هو المصدر اللي ممكن يخلي السيارة تتحرك. السؤال اللي بعده. What is a non-renewable resource of energy؟ مين في دول non-renewable resource، مصدر مش بيتجدد؟ هل wind or sun or biofuel ولا coal؟ مين non-renewable يعني لما يخلص مش هيتجدد تاني؟ احنا اتفقنا طبعا ان wind الرياح دي حاجة طبيعية بتتجدد دايما. sun برضو بيتجدد. biofuel ده أكيد، لكن الكول لا طبعا. يبقى الاختيار الصح هو coal is a non-renewable source of energy. يلا السؤال اللي بعده. All the following are found deeply under the earth's surface except. كل الحاجات دي بنلاقيها deeply تحت الأرض في أعماق الأرض ما عدا مين؟ except يا ولاد، يبقى عايز عكس الكلام اللي قاله. هل هو green plants ولا oil ولا natural gas ولا coal؟ تمام برافو عليك. It's a green plant. الجرين بلانت هي اللي مش بنجيبها من اندر جراوند، ده نبات اخضر لازم بيتزرع above the ground فوق سطح الارض. السؤال اللي بعده. Ancient people use what as a form of fuel before discovering gasoline؟ الانسان القديم كان بيستخدم ايه كمصدر للفيول قبل استخدام الجازولين؟ هل الووتر ولا الالكتريسيتي ولا الود ولا الويند؟ احنا قلناه يا اولاد مع بعض هو ايه؟ وود. Exactly. برافو عليك. والأخشاب كانوا بيستخدموها زمان ك source of fuel. Number 7. Coal is formed under the earth's surface from the remains of dead animals, dead humans, dead plants or dead insects. الفحم، فاكرين لما قلنا coal الفحم؟ حتى هو شكله أصلا فيه شبه شوية من الأشجار، يبقى المصدر بتاعه نباتي. تمام؟ يبقى هدور على كلمة plant، يبقى النباتات اللي اتدفنت من ملايين السنين ممكن تديني كول بالظبط كده، يبقى it's dead plants. السؤال اللي بعده number 8. The non-renewable resources of energy take what to be formed؟ محتاجة وقت قد إيه عشان تتكون ال non-renewable resources؟ هل short periods of time ولا few hours ولا few minutes ولا very long period of time؟ يا ترى محتاجة قد إيه non-renewable resources دي عشان تتكون تحت الأرض؟ أنا سمع حد شطور بيقول لي يا ده محتاجة ملايين السنين، millions of years. يبقى it's a very long period of time. محتاجة وقت طويل جدا 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 عشان تتكون. برافو عليكم يا جونيور 4، أنتوا كده شطار جدا إن أنتوا استمعتوا معانا لل كونسبت الجزء الأول من الكونسبت نمبر 2 في يونت 3، وإن شاء الله المرة الجاية هنستكمل مع بعض الكونسبت ده وهنعرف وهنحل كمان بعض الكويشنز مع بعض علشان نكون فاهمين ومستعدين ونثبت معلوماتنا أكتر. يلا see you next time junior 4.